بمناسبة عيد الدخول السيدي إلى الهيكل، ترأس سيادة المطران فيلومينوس رئيس أساقفة بلا خدمة الغروب في كنيسة دخول السيدي إلى الهيكل الصوفية، كما ترأس المطران خريستوفوروس خدمة القداس الإلهي. وبعد الخدمة أقام سيادته مع المطران فيلومينوس جناز التاسع للمغبوط الذكري قسطنطين قرمش، ثم عايد سيادته أبناء الرعية بعيد كنيستهم دخول السيد إلى الهيكل، وشكر جوقة الكنيسة والراهب ليونديوس، كما أعلن تعيين الأيكونوموس فرح حداد كاهنا ثالثا للخدمة في الكنيسة دخول السيد إلى الهيكل الصوفية. عاون في الخدمتين عدد من الكهنة والشمامسة بحضور جمع من المؤمنين. بحب أشكر الراهب ليونديوس اللي مع الإخوة اللي معه المرتلين والمرتلات. حقيقة امبارح كنت أسمعكم من خلال البث، واليوم بكل السحرية والقداس قديش كنتوا كجوقة رتلتوا مع بعضكم البعض. هذا إشي جميل اللي أبونا ليوندية بهنيك، ربنا يباركك ويعطيك النعمة والبركة حتى أنت وباقي المرتلين، إنكم تقدروا، إنكم نتعود إن نرتل مش فردي ولكن جماعي. هاي هي بهجة كنيستنا الأرثوذكسية، لما يكون الترتيل جماعي وليس فردي، ويكون الترتيل الجماعي مبني على الموسيقى الرومية اللي أنت مهتم من هلأ وطالع حتى تدرب وتدرس فيها أبنائنا وبناتنا حتى يقدروا إنه يكونوا جوقة متكاملة. وأخيراً يصير عنا في الأردن جوقة الأردن، جوقة الأردن لتمثل بطريركية القدس ومطرانية العاصمة عمان الأردن. عشان هيك ربنا يبارك جهودك أنت وكل الإخوة، وجهود كمان اللي تبذل في مدرسة الموسيقى البيزنطية مع ابننا الروحي شكري، اللي إن شاء الله كل هاي الجهود تكرل بالنجاح لمجد ربنا والكنيسة. كمان اليوم بدي أحب أعلن لمحبتكم إنه من هاي اللحظة أبونا خرانمبوس فرح حداد رح يكون هو الكاهن الثالث في هاي الكنيسة مع أبونا إبراهيم دبور، أبونا الحبيب إبراهيم، وأبونا أليكسندروس الحبيب، اللي هم الاثنين بيخدموا في هاي الكنيسة. اليوم حبيت إنه يكون كمان معكم من هذا القداس كمان أبونا فرح حداد اللي يخدم بهاي الكنيسة ككاهن معكم هون. بحب إنكم تكونوا روح واحدة، فكر واحد وقلب واحد.